اليوم رح نحكي عنه هو فيلم حزيني درامي، وبعد ما طلع كمان على صفحات الانستغرام والفيسبوك كلهم عم بكتبوا والله شفت دموعي والله مشفوا المحارم اللي المحارم بالمعنى انه بكيو مو المعنى فانه والله درامي وزعلته مدري ايش وهيك. فيعني انا قلت لحالي انه هيك نساوي جو من الدراما، هيك الضوء الازرق من هون، الاحمر اللي جاي من ورا، البرتقاني اللي هون، حركات وكذا، يعني جو درامي. المهم بحلقة اليوم رح نحكي عن فيلم تركي انتاج اصلي لنتفليكس. فيلم اليوم هو كاتان هايتلار، او اذا عندك نتفليكس بالانجليزي فهو بيبر لايف، يعني اذا بدك تبحث عنه اكتب بيبر لايف. لكن قبل هيك اهلا وسهلا بكم في افضل قناة عربية من حيث التنوع في محتوى السينما والتلفزيون. خلينا نبلش بقصة هذا الفيلم. المخرج بلش ان هذا الفيلم بمشهد، خلينا نقول هو بالمشفى لحتى يفرجينا انه شخصية مهمت هو معه مرض وهيك. فأول شغلة ركز عليها المخرج، أول شغلة بلش فيها هو انه شخصية مهمت اللي هو بطل هذا الفيلم معه مرض معين. بالمشهد اللي بعده فرجينا انه شخصية مهمت بالحي اللي هو موجود فيه معروف والعالم كلها بتحبه، فبيسلم على هذا وبيسلم على هذا وبيسلم على هذا. فكبداية فرجينا انه هو معه مرض وبنفس الوقت العالم كلها بتحبه، هو معروف مكان ما هو موجود. بالمشهد اللي بعده فورا بيحاول انه يعرفنا هذا الفيلم ايش راح تكون قصته. فهذا الفيلم راح نوع مشكلة أطفال الشوارع في اسطنبول، رح يفرجينا شلون الأطفال اللي هن بعمر صغير شلون بيشتغلوا لحتى يبقوا على قيد الحياة، شلون بلموا كرتون زجاج وبلاستيك وهيك. فبيوم الأيام شخصية مهمة اللي هو بطل هذا الفيلم بيسمع صوت عن طريق العرباية تبعت الزبالة اللي بلموا فيها زبالة وهيك، بيسمع صوت خربشة جوا، فبيطلع هيك وكذا، فإذ بيطلع من جواته ولد صغير. فشخصية مهمة بتشوف طفولته في هذا الولد الصغير، فبيقرر إنه ياخده لجنبه ويعلمه الحياة ويعتني فيه. فأحداث هذا الفيلم رح تكمل إنه شخصية مهمة رح يعتني مثل ما أنا بالطفل الصغير اللي اسمه علي، وبآخر الفيلم رح يتواجه شخصية مهمت مع طفولته اللي كانت جدا مؤلمة. خلينا من دون أي تأخير ندخل في نقاط القوة في هذا الفيلم. أول شغلة شفتها إيجابية بهذا الفيلم من وجهة نظري هو إنه الإنتاج كالعادة من نتفليكس جدا قوي، تلوين المشاهد اللي كان موجود فعلا درامي بطريقة كتير حلوة، في عندنا كتير مشاهد كان فيها نيون كمان مستخدم بطريقة جدا جميلة. بشكل عام إنتاج نتفليكس أتوقع صار يعني معروف إنه نتفليكس إنتاجه هو شيء جدا قوي، فبشكل عام إنتاج نتفليكس كان جدا واضح إنه هذا الفيلم فعلا يعني قوي من ناحية الإنتاج. تلوين المشاهد وبعض زوايا الكاميرا اللي كانت جدا جميلة فعلا بيدخلوك بجو درامي بهذا الفيلم، وبتعيش الدور أو بتعيش الحالة اللي الممثلين قدامك عم بيعيشوها. فبتدخل بهذا الفيلم بجو هذا الفيلم بطريقة جدا جميلة عن طريق تلوين المشاهد، عن طريق كمان الموسيقى اللي كانت موجودة إنه هي فعلا بتدخلك في الجو. فتلوين المشاهد، الزوايا اللي استخدموها، وموسيقى هذا الفيلم، كلها شغلات بتدخلك إنه هذا الفيلم درامي وبتعيش فعلا معهم الحالة اللي هن موجودين فيها. نقطة كمان لازم نحكي عنها هو تمثيل الممثل شاطاي اللي قام بشخصية بهمت. الممثل شاطاي هو فعليا من أهم الأسباب اللي رفعت هذا الفيلم، ففعليا أعطانا شخصية من أحلى ما يكون، جسد بطريقة جدا حلوة إنه هو بده يعتني بالولد الصغير، زائد إنه هو بنفس الوقت عنده مشاكل بجسده أو بصحته مثل ما بيقولوا عنده مرض معين. فبشكل عام أعطانا شخصية بطريقة كتير حلوة إنه بده يعتني بحاله وبنفس الوقت بده يعتني بهذا الولد، وبآخر الفيلم شلون بده يواجه مثل ما بيقولوا طفولته اللي كانت جدا مؤلمة. فبشكل عام تمثيليا هذا الفيلم اللي أعطانا أو شخصية مهمت بالأحرى اللي أعطانا إياها ممثل شاتاي كانت جدا 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 جميلة. وبالمناسبة إذا أنت ما بتعرف مين هو شاتاي، فعلا يعني إنسان هو كتير متنوع بكل ما تعنيه كلمة، معنا كل دور بياخده أيا كانت القصة أيا كان المسلسل أيا كان الفيلم بيعطيك إياها بطريقة بينسيك الشخصية اللي أعطاك إياها قبل. فبشكل عام شغلة من الشغلات اللي رفعت هذا الفيلم هو ممثل شاتاي، وباقي الطاقم التمثيلي كمان كان جيد جدا. نقطة جدا جميلة وعجبتني بهذا الفيلم هو حبكته، فنتائج مترتبة عن التفكك الأسري ودمجة بمعاناة أطفال الشوارع، كانت حبكة جدا جميلة وجدا قوية بهذا الفيلم. فالحبكة بهذا الفيلم كانت جميلة جدا، وممكن أقول إنه هي كمان فعلا من النقاط اللي أنا عجبتني واعتبرتها نقاط أو واحدة من نقاط القوة بهذا الفيلم. خلصنا من النقاط اللي عجبتني أنا بهذا الفيلم، خلينا نحكي بقى بالنقاط يلي ما عجبتني بهذا الفيلم. أول نقطة بدي أحكي عنها من النقاط اللي ما عجبتني أو بالأحرى يعني حسيت كان من الممكن إنه يشتغلوا عليها بطريقة أفضل من هيك هو موضوع الإخراج. خلينا نتفق على نقطة جدا مهمة إنه نهاية هذا الفيلم كانت صادمة غير متوقعة وحزينة بنفس الوقت. مشكلتي مع النهاية أو مع الإخراج بشكل عام إنه المخرج كان ممشي لك الفيلم بطريقة معينة، النهاية الغير متوقعة اللي أنا حكيت عليها صح إنه هي مي متوقعة وصادمة كانت، بس أعطاك إياها خبط لزق، يعني أعطاك تحس في شيء مقطوع في النص وأعطاك النهاية، دخلك بشيء أنت ما كنت متوقعه بطريقة إنه بتحس
يعني شوي يعني مي منطقية مثلا، أو كان من المفترض أنه يمهد لك ياها بطريقة أفضل من هيك، ما يخبطك خبط لزق أنه أنت والله يا مشاهد بوف هيك النهاية. فأنا كان عندي مشكلة مع هذا الفيلم من ناحية أنه المخرج كان من المفترض يمهد لي بطريقة أوضح من الطريقة اللي عمل لي إياها لنهاية هذا الفيلم. هي المشكلة الآن كانت عندي بإخراج هذا الفيلم. بشكل عام، هل أنصح بمشاهدة مسلسل كاتان هايتلر أو بيبر لايف ولا لا؟ الفيلم جسد لك معاناة الطفل في الشوارع بطريقة جدا جميلة، أنت فعلا راح تتأثر فيه دراميا. هذا الفيلم مؤثر، جميل، حلو، ما أشبه شيء، نهاية راح تكون صادمة. لكن إذا أنت من الناس اللي تهتم كتير بالإخراج وأنه والله ليش مثلا ما مهدي للنهاية وكذا، فراح تعاني بمشكلة مع هذا الفيلم، أنه نهايته كانت خابط لزقجت من دون أي مقدمات، أو بطريقة خلينا نقول المخرج ما مهد لك هي بطريقة صحيحة. فإذا أنت ما عندك مشكلة في موضوع الإخراج هيك، فهذا الفيلم راح يعجبك من ناحية أنه هي دراما كتير جميلة، تربية مشاهد كتير حلو، كعين أنه بتستمتع، زائد أنه التمثيل كان فعلا عظمة، تشاتا يعطيك شخصية كتير حلوة بطريقة جدا جميلة راح تتأثر معه. فبشكل عام هذا الفيلم يعني يشاهد، انا من ناحيتي ممكن اعيده مره تانية بعد يعني فتره، ممكن اعيده لسبب جدا بسيط، مثل ما حكينا نهايه هذا الفيلم كانت صادمه، فانا من المفترض او انه طب انا شلون ما هيك، شلون ما حسيت، شلون ما شفت، شلون ما كذا، فبيجي كثير اسئله، انت بيجيك فضول انك انت تعيد الفيلم لحتى تشوف بقى انت فهمان شلون الفيلم او نهايته، فبدك تشوف بقى من الاول شلون مشي الفيلم لا وبين ما وصل على النهايه. فممكن يكون عندك هيك حاله من انه الفيلم تعيده مره مثلا او مرتين بس بعد فتره. بالنسبه لي مثل ما حكيت ممكن اعيده بعد فتره، وعجبني الفيلم وحبيته صراحه لانه دخلني بالجو وكذا. لولا هالمشكله الاخراجيه كنت بعطيه لهذا الفيلم 9 من 10، بس بسبب المشكله الاخراجيه وهيك يعني ممكن اعطيه 7.5 من 10، بس 7.5 من 10 ما اتوقع اكثر من هيك يعني. فبس هي كانت حلقة اليوم، هي كانت مراجعة فيلم كاتان هايتلر. إذا عجبتكم الحلقة لايك واشتراك، لا تنسوا الموضوع رح يدعمني معنويا جدا كثيرا. هلا رح يطلع لكم فيديو هون، في عنا كمان تحته فيديو هون، ادخلوا عليهم شوفون. إذا عجبوكم كمان لايك واشتراك، لا تنسوا الموضوع رح يدعمني معنويا جدا كثيرا. هذا كان الفيديو اليوم، بنشوفكم الأسبوع الجاي أو فيديو جاي. سلام.